هلا نايل ستارتن ثيرابي ايش ممكن يكون لهم رول بالتريتمنت؟ يعني الاساس بالتريتمنت هم ستاتنز، لانهم فيرست لاين ثيرابي، ستاتنز فور ديسليبيديميا. اذا بدي اعطي نون ستاتن لهم شغلتين. اذا واحد عنده مثلا ستاتن اليرجي، يعني لو قلنا هون وين تو اد، تو اد او تو جيف ان ستاتن، الناس بيضطروا ياخذوا نون ستاتين. واحد عنده مثلا ستاتين اليرجي، اي دواء في الدنيا معرض اي بني ادم يكون عنده اليرجي له. لما نقول ستاتين اليرجي او ستاتين كونترا انديكيشن، يعني في مانع قوي ومش قادرين نحله بالستاتين، فبتيجي هون دور نون ستاتين ثيرابي. اذا الفيرست لاين ثيرابي هو ستاتين، هو دراج اوف تشويس، بس دائما بتظهر موانع. احد الموانع ان يكون عندي ستاتين اليرجي، ستاتين كونترا انديكيشنز، تمام. ثاني نوع، ثاني سبب ممكن نضاف اد اون او اد تو ستاتين، يعني ممكن احنا نضيف النان ستاتين مع ستاتين تو انكريز ايش الافيكاسي. يعني ليه دوايين مور افكتيف ذان دواء واحد؟ اكيد. فممكن إذا واحد وصلنا إلى هاي دوز من الستاتين وهاي انتنسيتي ومع ذلك مش افكتيف، ممكن نضاف النون ستاتين ثيرابي مع الستاتين حتى نزيد ايش الافكاسي. هاي سببين لإضافة النون ستاتين ثيرابي. اذروايز هم اجمالا يعتبروا لور افكاسي ذان ستاتين. يعني لو قارنت ستاتين بالنون ستاتين، ستاتين دائما مور افكتيف وعليه دراسات اكثر، فهو الفيرست تايم. تاني مشكلة بالنون ستاتين ممكن يزيدوا النون كارديوفاسكولار مورتاليتي، لهم مورتاليتي ريت بس مش نون، مش كارديوفاسكولار، نون كارديوفاسكولار جي اي رينال، يعني مش ندخل بتفاصيل، بس هي نون كارديوفاسكولار مورتاليتي ممكن تزيد معهم. اوكي خلينا نحطهم هذا السلايد كوبي بيست. خلي الأول بحكي لي إنه when to give والثاني بحكي لي مشاكل. طيب شو يعني نستاتين ثيرابي؟ عارش إذا غطيتهم بالفارما، هاي نستاتين ثيرابي موجودين بهذا الجدول. عندي أربع أنواع. النوع الأول اسمه موبايل، باي ذا واي الباوربوينت ظاهر عند الكل، احكوا لي إذا الباوربوينت مو ظاهر. ظاهر دكتورة. طيب حلو. النون ستاتين ثيرابي عبارة عن أربع جروبات. الجروب الأول اسمه بايل أسيد سيكويسترانس، بايل أسيد سيكويسترانس، وتحت هذا الجروب في أكثر من دواء، كوليستيرامين، كوليستيبول، كولسيفيلام، هذول كلهم بهذا الجروب. شوفوا شو له إفكت على الليبيد، بقلل الكوليسترول، بقلل ال LDL، ما له إفكت مثلا على ال HDL، ما بيعلي ال HDL، ما بيقلل الترايجليسرايد. عشان هيك احنا بنحكي انه النان ستاتين هم less efficacy than statin. statin مثلا بيحسن كل اللي بدي بروفايل، الستاتين بيقلل الدي ال والترايجليسرايد والتوتال كوليسترول، بيزيد الاتش دي ال. هون مثلا مش كلهم ممكن ياثروا على كل اللي بدي بروفايل، وفي شيء بياثر بس برضه بليور efficacy. فاول جروب بايل اسيد سيكويسترانس بياثر على الدي ال والكوليسترول، ما له افكت على الترايجليسرايد وما له افكت على ال HDL، بالعكس ممكن يزيد الترايجليسرايد كمان، هذا كسايد افكت. اذا بتتذكروا او اذا حدا فيكم ملميح هون السكندري كوزز، شوفوا من الدراجز اللي بتعلي الترايجليسرايد هي بايل اسيد سيكويسترانس. تخيلوا يعني هو بحسن اشي وبيسوي اشي تاني، بنزل ال دي ال والكوليسترول بس بيعلي الترايجليسرايد، تمام. هذا هو البايل اسيد سيكويسترانس. ثاني جروب اللي هو النياس او نسميه نيكوتينيك اسيد او نفسه فيتامين بي 3، هذا بيشتغل على كل اللي بدي بروفايل، بيقلل الترايجليسرايد، بيقلل الكوليسترول، بيقلل ال دي ال وبيزيد ال اتش دي ال، بيشتغل عليهم كلهم بيحسنهم، بس برضه الافيكاسي تبعته اقل من الستاتين، ممكن ينعطى اد اون مع الستاتين.
باي الاسيد سيكويسترنت برضو ممكن تنعطى ادون. نيجي للجم الفايبريك اسيد ديريفاتيفز او بنسميهم الفايبريتس. فهذا الجروب في جم فايبروزل، فينوفايبريت، كوليفايبريت، كلوفايبريت. هدول برضو بيشتغلوا على كل الليفد بروفايل، بيقلل الترايجلسرايد، بيقلل الكوليسترول، بيقلل ال دي ال، بيزيدوا ال اتش دي ال. مثلا هدول مش كلهم بنضافوا مع الستاتين، هلا حنحكي بيه سلايد منفصل. في اشي بنضاف مع الستاتين واشي ممنوع ينضاف مع الستاتين. اخر دواء واخر جروب اسمه كوليسترول ابزوربنس انهيبيترز. هدول مين اللي بيشتغلوا على الجي اي، يعني وانت بتاكل الوجبه اللي فيها كوليسترول هذا بيمنع امتصاص الكوليسترول من الاكل، ازيتامايب. فهذا مين اللي بيقلل الكوليسترول، بيقلل ال دي ال، بس ما له افكت لا على الاتش دي ال ولا على الترايجلسرايد. هلا هدول اللي نستعمل، انا حط سلايد سلايد عن كل نوع، ما بدك تعرف كثير معلومات عنهم لانه مش كثير لهم رول بالثيرابي. الثيرابي دائما مين اللي عم نحكي عن الستاتين. نيجي لأول واحد اللي هو bile acid sequestrants. بنختصرهم باس، BAS. قبل ما أبلش الباس لازم أقيس الفاستنج triglyceride level. هاي شايفين لازم أقيس triglyceride level monitor triglyceride، لأن السايد افكت تبعته انه بزيد الترايجلسرايد. فاذا انا قبل ما اضيف الدواء طلع الترايجلسرايد عند المريض اكثر من 300 ممنوع اعطي باي الاسيد سيكويسترنس. طيب قديش النورمال رينج بالترايجلسرايد اصلا؟ شو النورمال رينج؟ تتذكروا؟ اقل من 150. ايوه ممتاز، نبين اقل من 150. فانا اذا قست طلع اكثر من 300 خلص ما بجرب اعطي بايل اسيد سيكويسترنس، بفكر بشيء ثاني لانه هدول بيزيدوا ترايجلسرايد ليفل كسايد افكت. هاي المعلومه بدي اياكم تعرفوها عن بايل اسيد سيكويسترنس. اذا انا من النون ستاتين بدي احفظ هون على اي ليفد بياثروا، على اي ليفد وعلى اي لايبوبروتين، وهون اذا في شيء خاص بكل نوع بدنا نعرفه. هون البايل اسيد سيكويسترنس بدكم تعرفوا انه لازم لقيس الترايجلسرايد قبل ما ابلش الدواء. اذا طلع اكثر من 300 ما بعطيه بايل اسيد، اذا قمت 300 ممكن اعطيه بايل اسيد سيكويسترنس مع الستاتين او بدل الستاتين، يعني حسب الكيس. ثاني دواء اللي هو النياسين او نيكوتينيك اسيد او فيتامين بي 3. شوفوا شو بنقيس قبل ما ابلش. بدنا نقيس بيز لاين هيباتيك ترانسامينيزز. ترانسامينيزز يعني الاي ال تي والاي اس تي. بدنا نقيس الاي ال تي والاي اس تي ليفل لانه ممكن يعليهم. مش فاهمين هذا؟ مش فاهمين؟ الستاتين شو قلنا احنا بيعلي الاي اس الاي ال تي، فهذا برضه ممكن يعلي الاي اس تي والاي ال تي، فلازم اقيسهم قبل ما ابلش. هذا النياسين برضه ممكن يعلي البلد جلوكوز والهيموجلوبين اي 1 سي، يعني هذا التراكم. وبالتالي إذا واحد ديابيتس ما بنحب نعطيه هذا الدواء. عندي خيارات تانية. هذا الدواء بيعلي الجلوكوز. وبالتالي إذا عندي هايبرجلايسيميا وعندي ديابيتس أن كنترول خصوصا ما بنحب نعطيهم هذا الدواء. ثالث إشي لازم أقيس اليوريك أسيد ليفل. يوريك أسيد بيعلي اليوريك أسيد. وبالتالي الناس الأكيوت جاوت ما بعطيهم هذا الدواء. إذا النياسين قبل ما أبلش أضيفه بقيس الليفر فانكشن اللي هم ALT و AST، بدي أقيس فاستنج بلد جلوكوز والتراكمي HbA1c، وبدي أقيس اليوريك أسيد. وبالتالي هذه يعني هاي الجملة بتعطيك الجملة اللي وراها. وبالتالي إذا الـ AST والـ ALT هاي هيك هدول الإنزيمز هيك بنعبر عنهم، إذا ضعفين لثلاث أضعاف النورمال رينج، يعني متزايدين لدرجة ضعفين أو ثلاث أضعاف، يعني عاليين كتير، ممنوع نعطي. إذا عندي هايبرجلايسيما خصوصا إذا بيرزيستنت، يعني كتير عنده هيستوري اوف هايبرجلايسيما عند المريض أو ديابيتس ما بعطيه. وإذا عنده أكيوت جاوت ما بعطيه. برضه إذا عنده أي فيب ضافوها إنه هذا ما بيعطينا ياسين، بيأثر برضه
على اللي بيعمل فيبريليشن. اوكي، هاي تاني دواء من النون ستاتين ثيرابي. ثالث دواء اللي هم الفايبريتس او فايبريك اسيد ديريفاتيفز. هلا هدول يعني اشهر نوعين هم الجيم فايبروز والفينو فايبريت، هدول الدوائين بهذا الجروب. هاي اول نقطه، الجيم فايبروز الممنوع ينعطى مع الستاتين تحت اي ظرف من الظروف. ليه؟ لانه بيزيد الريسك للمصل بين اللي هي ما يبثي، وبيزيد الريسك للريبدوميلوسيس، يعني بيزيد الريسك للسايد افكتس تبعت الستاتين. يعني هاي دراج دراج انتر اكشن، اذا ضفنا جيم فايبروزل مع الستاتين بيزيد المايوباثي، بيزيد الربدوميلوسيس، وهذا اشي خطير. وبالتالي هذا محرم شرعا ان نعطي جيم فايبروزل مع الستاتين تحت اي ظرف من الظروف. هاي امنا اول دواء. الدواء الثاني فينو فايبريت. فينو فايبريت ممكن ينضاف مع الستاتين بشرط واحد، انها تكون لو تو مودريت انتنسيتي ستاتين. لو تو مودريت، تمام؟ يعني لو عندي هاي انتنسيتي ستاتين حتى الفينو فايبريت ممنوع اعطي، فاعطيه او ممكن ينضاف اذا عندي لو تو مودريت انتنسيتي ستاتين لنفس السبب. يعني اذا اعطيت انا فينو فايبريت مع هاي انتنسيتي ستاتين بيزيد الريسك اوف مايوباثي اند رابدوميلوسيس. شو بقيس قبل ما نضيف الفينو فايبريت؟ طبعا هاي الجين فايبروز خلص ما نقدرش نضيفه، اذا بدنا نضيف الفينو فايبريت، قبل ما اضيف الفينو فايبريت بعمل تشيك للرينال فانكشن. هاي الرينال فانكشن ليه؟ لانه اذا الكرياتينين كليرانس اقل من 30 مل بير منت ممنوع اعطي، ممنوع اعطي الفينو فايبريت. فقبل ما افكر اعطي فينو فايبريت لازم اشيك على الرينال فانكشن. إذا حسبت الكرياتينين كليرانس طلع تحت 30 مل بير منت ممنوع أعطي الدواء، لأنه بتجمع بيصير له accumulation بنتعرض للسايد افكتس. هاي بالنسبة للفايبريتس معلومات بدي إياكم تعرفوها. آخر مجموعة هي الإيزيتمايب، وقلنا هذا شغله بيشتغل على الأكل. الأكل يعني إكسوجينس، مش حكينا الكوليسترول منويج من إندوجينس وإكسوجينس باثوي. الإكسوجينس يعني دايت، فانت لما يكون الاكل عندك هاي كوليسترول بالاكل هذا بيمنع امتصاص الكوليسترول. قبل ما ابلش اذا تمام برضو لازم اقيس الاي اس تي والاي ال تي ليفل، فهم اذا اكثر من 3 اضعاف الابر ليميت ما بعطي. فاذا لهلا الثلاث ادويه اللي بدي اقيس الليفر فانكشن تيست قبل ما اعطيهم مين؟ الستاتنز والزيتامايب والرقم 3 اللي هو النياسين او نيكوتينيك اسيد. تمام. هيك انا بنهايه الايزيتامايب بكون خلصت ال شو اسمه الديستبديم.